صبحكم الله بالخير. ورد الجلبرة بألوان حلوة وجميلة دائمي ويورد طول السنة. اليوم الجو خريفي والدنيا منقطة شوية مطر. أراويكم ورد الجلبرة، طريقة تكاثر ورد الجلبرة طبعا بالبذور وتقسيم النبات. من ممكن هذا النبات الكبير يتقسم منه على النصفين وينتقل إلى مكان آخر ويصبح شتلة جديدة ويتكاثر بالبذور اللي توقع من نفس الوردة. هذه وردة جلبرة ساقطة بذورها من هاي الجنبذة وساقطة بالأرض، وهاي البادرات مالتها. هذا ورد الجلبرة، ألوانه كلش حلوة، عشرات الألوان من عنده. أكثر شيء يزهر وينتعش بالربيع والخريف، نبات دائمي معمر. أشجع على زراعته لأنه حلو ما يتأثر ويتحمل أقصى الظروف. كانت الدنيا غائمة، هسه الشمس طلعت. وهذا ورد القرنفل، أراويكم الجذور مال ورد الجلبرة. نبحث عن وردة منتهية والجذور مالتها. هذا جذور ورد الجلبرة، هاي نرفعها بالطريقة هاي ونحفر التراب. هاي بادرات طابعة، هذا نحفر التراب ونطشه البذور ونغطيه بطبقة خفيفة من التراب. طبعا ما اعتقد يطلع الى رأسا من الوردة الى الارض، لازم ينترك فترة ينخزن على اقل تقدير 6 اشهر الى سنة حتى يصير الانبات ناجح 100%. مع السلامة.